السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم من قناة أولد وولف. رجعنا لكم بحلقة جديدة في آرك برايم الفير. روضنا الأندومينوس راكس، روضنا الفينيكس، ما شاء الله عمر شادد حيله. روضنا كمان هذاك اللي تنكس، لا هذاك من الحلقة الأولى اللي هو البرونتو. سوينا الفابريكيتر، عمر روض كويتزل. فشباب معانا في الديسكورد، لازم نروح نفك عنهم الميوت. دقيقة بس، ثواني اروح نفك الميوت ونجي. والله يا طويل العمر، لو تنام انت يا اخي. لو تخيل لو العالم كله يسمع، ايش راح تقول؟ راح اقول لا اله الا احبكم. الله. ايش في ايه؟ ايش اللي العالم؟ اي طحت، انا طحت. ايش طبيعي بالعالم؟ والله. مدير هذا التمساح جاي له يا ولد، جاي له مغص ولا وش في ذا؟ ليش ايش هو؟ ما ادري. ابوك يا الولد سبيدو 2000. والله انا سبيدي مليون، عشان نطيت نطة وصلت تحت. هلا الله والله بخير، يحييك، الله يحييك، والله يبقيك، الله يطول بعمرك، الله اسمع يقوي، الله يقوم مقامك يا شيخ. حبيبي، هذا ترانزيت مصمم السيرفر، المصمم لحظة ال لحظة، انا هو الاكسبريس الاكسبنسيف في العالم. انا عندي الاكسبيرينس عالي. المصمم الخرافي. طبعا خبيري انا هذا اكسبيرينس اللي هو الخبرة يا عمر، انت ما تعرف انت. ايش الخطة اليوم؟ خطة اليوم يا طويل العمر، لازم هذا شو اسمه يدمج 9 مليون. تجيب ذا دومينيك ذا، ما ادري شو اسمه الثاني ذا. انا عندي جلتش في حلقي يا شباب. وتخيل انا اليوم، انا تخيلت لو في مود نقدر نخلي نزاوج سيليستيال وديمونيك، ايش بيطلع لنا؟ طلع لنا خلطة ما شاء الله، 176 كوكتيل. مليون يدمج بالقنبلة. لو نطلع ايش؟ نزوج مثلا بترادون وار جي، ايش بيطلع مثلا؟ دقيقة، أنا ايش قتلت؟ ايش بهذا اللي لسه عايشة؟ بطل، يا المفروض تكون اخوي. ماتت. ها رميت القنبلة، طلع لي دمج على السلحفة. حيل. هذه سلحفة ثانية اللي ما طار. دوبا يستوعب يعني. دمجتها تدري كم؟ كم 275,723,152. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش هذا يا شيخ؟ فيروكس يا حبيبي، فيروكس. فيروكس هذا؟ إيش هذا؟ فيروكس سيليستيال ولا لا لا، عادي بافون؟ عادي عادي، بافون بافون فيروكس. بافون هذا، بافون. إيش رأيك بالسيليستيال؟ حيدمج لك دمج كله صفرات. راحت القنبلة هذي. واو، ديم ديم، الصراحة الشركة دي مشكلة، هذاك ودي أوريك. عندك رصاص امسح حق سنايب. امسح، مسحت ام الجزيرة. ليش؟ لا تمسح يا ولد، لا يكون انت اللي تفجر قاعد. يا يا ولد واد، قنبلة واحدة اصبر. مسحت ام الجزيرة اللي عندنا. ايش هذا فرقس ثاني، انا حسب كل اللي عندي هنا يا رجال، هذه الجزيرة كانوا مسوين اللي فيها. يعني ايوه، ما يخلوني اجي يا شيخ. يعني انه والله مسيطرين على هذه الجزيرة، ما خلوك تجي. ها والله العظيم، كل ما اجي دودو يقتلني. عيب عليك اسأل دودو. عمر اول كيف حاولت احط حق البيض، خلاني احطه يا عمر، تتذكر في البداية لما جيت بحط حق البيض؟ بسألك، الصقر يشيل التمساح؟ اوه، يب يب، ايش تمساح دمونك تبغى تشيله ولا ايش؟ ابغى اشيل التمساح. شو اسمه ذا؟ ايش اوميجا ذا، ما ادري ايه، اوميجا ما ادري شو اوميجا؟ اسمه. اوميجا يا ظالم، ايه ابغى ارجنتي اشيل بس عادي تشيل اوميجا. ابلع عيب عليك يا عمر. ابلع يا قنابل اخي، مشكلة ذولا، وش اسوي فيهم؟ روح سوي اقرب حد يا فجر عمر. يا ولد.
هو مستمتع بالتفجير اكثر من اللعبة يعني. انا عثت في الارض فساد هنا، عثت في الارض هذا فساد. اما في هنا ايش قلت هذا؟ لي كم الرقم؟ ألف مليون وما أدري كم، 1000 مليون، ألف بليون، 250 مليون، ما ادري كم والله نسيت. 200. والله قول بس 250 وبلاك فلسفة يا شيخ، لا لازم اقرا الرقم كامل. يعني عشان شيء كذا يطلع رقم فلك ما أدري كيف. مقطعي انا حر. ها شوف شوف، لا تقص الكلام هذا فاهم؟ بقصه لا تقصه، راح كلام خطير اقصه هذا، لا تقصه أقصه. راح خطير، اقصه. لا تقصه يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، ايش قاعد تشحت بقول انت لكم ولا ايش؟ أولد وولف يا جماعة الخير، والله العظيم يا جماعة الخير، حلو؟ وقسم بالله، احسن من اولد وولف ما في والله صح؟ اشهد على والله اشهد على كلامي. إن ذا البني آدم يا جماعة، هتدروا A few moments later. اشهد الله على كلام يا جماعة الخير، إن ودوه في أخي شريف، بس والله إن متحمل عشان والله صدق، وأنا صديق شريف طيب ومتحمل، أقسم بالله يا جماعة قبل ما أتكلم الحين أقسم بالله كان نيتي وأخلاقي سابقا زي يا خرج شنو هذا؟ بس متحملني ومقدر بالله في أطول. آه يا أيامك يا ترانزيت. والله كنت بس الحمد لله تغيرت، والله تغير هذا عشان عمر وعود مو عشان واحد ثاني. A few moments later. بس الحمد لله والله تغيرت عشانك، والله والله ما تغيرت علشان أحد، والله عشان هو عشان عود. والله عشان عود وأحمد، مو عود وأحمد، عشان عود وعمر. خلاص عاد، خلاص. مو عشان واحد ثاني، لا أحمد ولا هم يحسن. يا عمر، عمر ما عندك يا اخي حذيان اورجن؟ انا مفسخ بدون حذيان. حذيان اورجن خذ لك، قاعد انا عشان اخدر ذا لي ساعه، مع انه ضرب واحده يموت. والله مفسخ ما عنده حذيان، ايش اسوي لك انا؟ دقيقه خلني اشوف الطبخه اللي هنا يا شيخ. الزبده يا جماعه. بس الا بسالك، وش اللي يعطينا رصاص؟ البوسات صح؟ يب يب. بس دقيقة، أنا تقريبا كان عندي رصاص، بس خليني أشوف لي درع أول عشان نكمل الحفلة اللي عندي. أنا بروح أجو حذيان جيبة عاوز أقول لكم أرجن. يلا لبسنا الحذيان اللي هنا. قول يلا. ألو ألو يا ولد. يعني يا جماعة الخير عاوز أقول لكم حطوا لايك واشتراك وكومنت. يلا مع السلامة، أنا بروح أنام. بدري والله مو بدري، يعني أنا والله صراحة تعبان. تصبحوا على خير يا متابعين. لا يخرب بيته، الطير ذا ما يلوث، ذا صح يقتل بس. طبعا يلا السلام عليكم، تصبحوا على خير. بدري يا ترانزيت، سحاب تكتيكي هذا. ايوه بعد ساعة السيرفر قلت ضغطني للساعة 11 والله نايم على ال 11 تصحيت. وش سويت انت؟ والله سويت شيء، سويت احد قلتشت شيء، صنعت شيء غير طبيعي. صنعت جام باودر. هذا اللي قلتش بالسيرفر؟ ليش الجام باودر ايش قلتش السيرفر؟ من متى؟ يدور انظر سيرفر يدور حرس. ادري اعلقكم يا ولد، وش ذا يا ولد؟ ليش علق السيرفر؟ ما ادري. يدور حرس. ما اقدر اضغط ولا شيء، سلاح سنايبر طلعني. طردنا. A few moments later. ايه طيب نبغى نظامه كذا. واطي الصوت يا ولد، ولا في كويتزل نوكتس كويتزل تباه كم لفلو اللي يخدر كم لفلو كم لفلو
دقيقة خليني اشوف لك كم ليفله. وينه؟ طلع فوق ذا ولا ايه؟ ليفله 140. والكل بيحبني يعني الحمد لله. شو الهبل اللي انت عايش فيه؟ والله كنت انسان كويس صرت اهبل ما ادري كيف. لا يا اخوي لو سمحت الله يسلمك ويحفظك، ولكن كيف هبل يعني؟ ايش قصة؟ ما ادري عنك ايش الهبل ذا اللي جبته، ما ادري عنك. اي هبل؟ وين الهبل بالموضوع؟ ترى اللي قاعد تسويه انت كله ذا هبل في هبل. يعني أولد عندي سؤال، حلو؟ عندي سؤال، هل نقول إنه أنت قاعد تلعب جران، تمام؟ أيه. إجاك مثلاً أفرجيك إنه أنت إنسان فاشل، حلو؟ بدي أفرجيك إنه أنت إنسان فاشل، تمام؟ أيه. وأثبت لك، وأنت راح تقول آه أنا فاشل. لو إجاك عسكري، تمام؟ لا أنا ماني فاشل، إيش اللي فاشل؟ بدي أثبت لك. لو إجاك عسكري رفع عليك سلاح ثقيل، تمام؟ ايه باللعبة، حلو؟ ايه وانت يا طويل العمر ما عندك الا سلاح خفيف بجيبتك. طيب. بس اذا طلعته ممكن تقتله، في احتمال. طيب في اللعبة بتطلعه ولا لا؟ بطلعه عادي. ايش بيسوي؟ بيقتلني؟ طيب. اكيد ما راح يقتلك يعني باللعبة، ولكن بقتلك يعني انت لازم تخاف. بقتلني يعني على اساس ما اقدر ارسبن مرة ثانية صح؟ لو قتلني هسه هو شوف ما راح يقتلك، بس راح يعني كيف بدي اقول لك، انت لازم تكون فاهم الرول، تمام؟ يعني هو انت لازم تخاف على حياتك، اذا ما خفتش على حياتك بتاخذ انذار، هيك يعني كأنه قتلك تقريبا، فهمت كيف؟ فلازم انت اوريدي خلينا نقول انه انت رفعت السلاح انت ما خفتش على حياتك، هو اصلا اوريدي ايش راح يسوي؟ ما راح ترسم مره ثانيه، لا راح ترسم، ولكن راح ترسم يا عمري بالمشفى، وراح يرفع عليك السلاح ويكلبشك وياخذك على السجن، تدفع غرامه وتفوت السجن. ليش ادفع غرامه؟ اطلع من اللعبه وارجع ادخل مره ثانيه لما اطلع عادي. كيف تطلع وترجع تدخل؟ راح يطردوك برا السيرفر، راح يبندوك. هبل الالعاب هذا، وانك مصدق حالك ومدري ايه. انت تعرف هاي تطلع من السيرفر ايش اسمها؟ ايه ما بنقول طلعت برا السيرفر ولا ها مدري ايش، بنقول مثلا خلنا نقول مسكك عسكري، تمام؟ ايه واللعبة كرشت عليك، طبعا تطلع ممنوع. ايه خلنا نقول كرشت عليك، ايه لازم يكون معك تصوير. اذا كرشت عليك بنقول له السلام عليكم حضرتك عسكري، بتروح على مركز الشرطة بتقول له أنا صارت معي حالة 70، حالة 7 عفوا، فايش الوضع؟ حالة رقم 7 خلاص. ايه؟ بعدين هو بيشوف الوضع وما بقصر. بس أنا ما أدري إيش أقول لك على هبلك هذا، أهنيك ولا إيش أقول لك ما أدري. لكن يا أخوي هذا اسمه تقمص الشخصية بالفعل والفعل. يعني مثلا أنا لما إجاني العسكري ايه تفليت امها معاه، لكن يعني شيء وحده يعني انت فاهم كيف يعني؟ كنت انزل من السياره ما يقول لي ارجع السياره، خلاص برجع اتادب، مو منطق كل شويه انزل من السياره، ممكن يطخني ممكن يخالفني، انا لازم اخاف على حياتي. شو مالك انت غبي؟ هي ناخذ مخالفه. مخالفه بتدفع بالحقيقه يعني؟ لا بدفع باللعبه. طيب انا باللعبه قاعد اشتغل ولا لا؟ بالحقيقة أكيد راح أكون أشتغل يعني وبدفع مخالفة بالحقيقة، أكيد أنت ما بتحب تدفع مخالفة بالحقيقة، أقول صح ولا لا؟ أقول بطل هبل حقك. لا ولا لا؟ أقول أنت بتحب بطل تدفع هبلك. بالحقيقة؟ بطل ليش؟ لا. هبلك. لأنك بتشتغل وبتجيب فلوس. طيب أنا بشتغل وبجيب فلوس، فأكيد بطل هبلك حق الألعاب هذا. شيري احكي لك كلمة. ما في أحد ينقذك في الروم. ما في حدا. A few moments later. نقدر نصنع اثنين. طيب بعد ما نروض دومينيك وش نروض؟ سيليستيال. طيب نسوي اثنين دومينيك، راح ادور لك على داينا دومينيك. والله ذبحت كثير ترى. ما عليك في الخريطة فيه. نجيب ذكر وانثى.
وش نجيب قرد ولا وش ولا دودو ريكس؟ تعرف ايش الاقوى في الثورن دراجون؟ الثورن دراجون والتمساح. الشخصية اسمع قول